السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلاب الأحباء، طلاب الصف الثاني. اليوم درسنا الثاني هو الدرس الثالث الطرح، والذي سنتعلم فيه كيف نطرح عدد يتكون من منزلتين أو ثلاثة منازل من عدد يتكون من ثلاثة منازل. هيا بنا. هيا بنا لنتعلم. حتى نطرح العدد 143 من العدد 478 علي أن أطرح بأخذ الأحاد من الأحاد، ثم العشرات من العشرات، وأخيرا المئات من المئات. لدينا طريقتين للطرح، إما الطرح العمودي بحيث نرتب الأعداد تحت بعضها المثل، الأحاد تحت الأحاد والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات، ثم نبدأ بطرح الأحاد. هيا بنا نبدأ بطرح في البداية الأحاد. 8 ناقص 3 يساوي 5، ثم ننتقل لطرح العشرات. 7 ناقص 4 يعطينا 3، ثم نطرح المئات. 4 ناقص 1 يساوي 3، فيصبح الناتج 335. ولدينا طريقة أخرى وهي طرح الأفقي، لنأخذه. 478 ناقص 143، هنا في البداية سنطرح الأحاد. 8 ناقص 3 يعطينا 5، ثم أطرح العشرات. 7 ناقص 4 يساوي 3، 7 ناقص 4 يساوي 3، ثم نطرح المئات. 4 ناقص 1 يساوي 3. أحسنتم، الناتج 335. أتحدث كيف أطرح عدد يتكون من منزلتين من عدد يتكون من ثلاثة منازل. لدينا نوعين من الطرح، الطرح الأفقي والطرح العمودي. الطرح الأفقي أي نرتب الأعداد أفقيا، مثلا 253 ناقص 40، بداية نطرح الأحاد من الأحاد، 3 ناقص 0 يساوي 3، ثم نضعها في منزلة الأحاد الإجابة. نعم، 3 في منزلة الأحاد نضعها، ثم نطرح منزلة العشرات، 5 ناقص 4 يساوي 1. أحسنتم، إذا نضع الواحد في منزلة العشرات، ثم نطرح المئات. نلاحظ أن الحد الثاني لا يوجد فيه مئات، أي كأننا نطرح 2 ناقص 0 يساوي 2، أو بمعنى آخر ننزل المئات كما هي، 2 تنزل كما هي. أحسنتم، الآن الطرح العمودي. هنا نرتب الأحاد تحت الأحاد والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات. 694 ناقص 52، نبدأ في البداية من منزلة الأحاد في الطرح. 4 ناقص 2 يعطينا 2. أحسنتم، ثم نضعها في منزلة الأحاد. الآن نطرح منزلة العشرات، 9 ناقص 5 يساوي 4. أحسنتم، ثم نضعها في منزلة العشرات، ثم نطرح منزلة المئات. هنا نلاحظ أنه 6 لا يوجد تحتها رقم، لذلك نضع فراغ ونضع فيه صفر. 6 ناقص 0 يعطينا 6، أو ننزل الستة كما هي كما تعلمنا. الآن طلاب الأحباء، سأشرح لكم كيف نطرح الأعداد المفقودة. هنا طلاب الأحباء، سأشرح لكم كيف نطرح الأعداد المفقودة. هنا سأعطيكم قاعدة مهمة للأعداد المفقودة، وهي إذا كان المربع في بداية المسألة، أي في بداية مسألة الطرح، إذا ماذا نعمل؟ نطرح كما تعلمنا، نطرح الطرح العادي. أما إذا كان المربع، أعتذر، إذا كان المربع في بداية مسألة الطرح، نجمع الجمع العادي. إذا كانت المربع في البداية، إذا كان المربع في البداية مسألة الطرح، عليكم الانتباه ثاني، في بداية مسألة الطرح، إذا المربع في البداية نقوم بجمع، يعني بمعنى آخر إذا كانت الأعداد قريبة من بعضها نجمع. أما إذا كان المربع في الوسط أو في الناتج، نطرح كما تعلمنا، الطرح العادي، يعني الأعداد بعيدة عن بعضها. بمعنى آخر، إذا كان المربع في الوسط، نطرح كما تعلمنا طريقة الطرح، إما عمودي أو أفقي. إذا المربع في البداية نجمع، أما إذا كان في الوسط المربع نقوم بالطرح العادي كما تعلمنا. هيا بنا نأخذ هذه الأمثلة أمامنا. الآن انظروا أمامي، 7 فراغ 3، ويوجد أيضا فراغات في هذه المسألة. الآن 7
لنأخذ هذا المثال، إذا كان العددان بعيدان عن بعضهما كما هنا 7 بعيدة عن 3، إذا نطرح عادي 7 ناقص 3 يساوي 4، إذا العدد المفقود يكون 4 لأننا طرحنا كما تعلمنا. الآن انظروا إلى منزلة العشرات، 4 فراغ 4 يساوي 1. هنا يا ثاني نقوم بجمع الأعداد لأنها قريبة من بعضها والمربع جاء في البداية، إذا في بداية المسألة، إذا نجمع 4 زائد 1 يساوي 5، إذا العدد المفقود يكون 5. إذا هنا قمنا بماذا؟ قمنا بجمع الأعداد القريبة من بعضها وكان المربع في البداية نجمع، ممتاز. الآن 6 تنزل كما هي كما تعلمنا لأنه لا يوجد تحتها أي منزلة، فإذا ننزل الرقم 6 كما هو. دعونا نأخذ المثال الآخر، 5 فراغ في منزلة الأحاد يساوي 3، هنا الأعداد بعيدة عن بعضها، لاحظوا معي الأعداد بعيدة والمربع جاء في الوسط، إذا نطرح طرح العادي كما تعلمنا، 5 ناقص 3 إذا العدد المفقود 2. أما الآن فراغ منزلة العشرات فراغ 6 يساوي 3، هنا الأعداد 6 و 3 قريبة من بعضها وجاء المربع في البداية المسألة، إذا ماذا أقوم هنا؟ أعمل إذا أعمل هنا بالجمع، أقوم بعملية الجمع، 6 زائد 3 يساوي 9، أحسنتم. 5 منزلة المئات 5 ناقص 2 يساوي 3 لأنها بعيدة عن بعضها. دعونا نأخذ مثالا آخر لكي نتعلم أكثر. أمامي المسألة التي أمامي 5 فراغ يساوي 3، هنا بما أن 5 و3 بعيدات عن بعضهما إذا نقوم بالطرح العادي، 5 ناقص 3 يساوي 2، إذا العدد المفقود 2. الآن فراغ 5 يساوي 2، هنا الأعداد قريبة من بعضها والمربع جاء في البداية، إذا نقوم بالجمع، 5 زائد 2 يساوي 7، والأربعة فراغ يساوي فراغ، إذا تنزل كما هي لأنه لا يوجد رقم تحتها، أحسنتم. إلى هنا نكون قد انتهينا، وهذا واجب لديكم أعزائي الطلاب الأحباء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.